كتير جدا لمدينه برج العرب التحديد في اسكندريه عشان يأزروا النادي الاهلي، فبالتالي مجهود كبير جدا بيعملوه علشان يروحوا الاستاد ويكونوا متواجدين في المدرجات ويشجعوا النادي الاهلي بشكل جيد جدا. وده اللي حصل امبارح، منظر كان اكثر من رائع، المؤازره كانت رائعه بالنسبه للاعبين، وبالتالي اكيد ده شيء جيد ومهم. وزي ما قلت لكم من خلال تواجد جمهور النادي الاهلي امبارح كان عدد كبير طبعا، وده طبيعي عشان في ملعبنا حوالي 60,000 متفرج كانوا متواجدين، لكن في عدد كمان كبير هيكون متواجد ان شاء الله في استاد رادس في مباراة يوم الجمعة اللي جاي. عشان كده خلينا نروح سريعا ناخد على الهاتف استاذ مصطفى طنطاوي، صديقي العزيز ومدير إدارة الإعلام بشركة بريزنتيشن. يا استاذ مصطفى مساء الخير عليك. زمير مساء الخير على حضرتك وعلى فريق اعدادك المحترم وعلى جميع الساده المشاهدين وجماهير النادي الاهلي. اهلا بك، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله يا حبيبي. طيب احنا عايزين طبعا نطمن على الرحلات اللي هتروح لتونس ان شاء الله عشان تآزر النادي الاهلي، وانت طبعا مدير اداره الاعلام بشركه بريزنتيشن اللي منظمه الرحلات دي وعدد من الطائرات علشان يعني تودي جمهور النادي الاهلي ان شاء الله ان هو يحضر مباراه الاهلي والترجي من استاد رادس. طمن الجماهير الامور هتبقى ماشيه ازاي، العدد اللي ممكن يسافر ممكن يكون قد ايه، كلمنا على كل التفاصيل يا استاذ مصطفى. يمكن العدد اللي باقي دلوقتي متبقي في الحجز عدد قليل جدا، الطلبات على الحجز كانت كتيره قوي منذ نتيجه الامن وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى بفوز النادي الاهلي بثلاثه اهداف. يمكن بقى في طموح اكبر عند الجماهير للفوز بالبطوله التاسعه. تمام. فالحجز زاد كتير بنسبه كبيره جدا والعدد بقى قليل المتبقي. مع بدايه الاسبوع اللي هو بكره الاحد هيبقى يمكن تكون بكره اخر فرصه لاي حد ممكن عايز يسافر في رحلات برزنتيشن. مستر محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن ستور فاجئنا وفاجئ الجماهير. هي دي جزئيه هنتكلم فيها استاذ مصطفى، بس بدايه انا عايز اعرف العدد، يعني ممكن يكون حوالي كام اللي ممكن يسافر؟ حوالي اكتر من 1000 مشجع ان شاء الله. اكتر عدد كويس طبعا في مباراه خارج مصر، اكيد عدد مميز يعني. اتفضل. اكتر من 1000 مشجع، لكن في رحلات ثانيه وفي اكيد اكيد طبعا لوحدها. لا انا قصدي على الشركه، افتكر ان هيبقى في عدد بالزبط كبير من الجماهير الاهلاويه في استدرج. طبعا طبعا ان شاء الله. طيب جزئيه بقى استاذ محمد كامل رئيس شركه بريزنتيشن، واللي فوجئنا امبارح بصراحه بتصريح ليه ان هو هيدي او يعني هيتنازل عن 1000 جنيه من قيمه السفر بالنسبه لكل مشجع هيسافر، دي حاجه كبيره جدا بصراحه. وانا اقدر اقول لك يا استاذ امير ان بريزنتيشن سبورتس كشركه هي كانت مدعمه الرحله باكثر من 30 ل 35%. تمام. في البدايه السعر اللي وصلت له. تمام. لكن طبعا الرحله هتبقى عباره عن رحله يوم واحد طيران خاص. الرحله هتخرج صباح يوم المباراه. تمام. والرجوع بعد المباراه هيبقى في اكثر على كل طياره اكثر من 20 فرد مرافق للبعثه لخدمتهم ولتأمينهم. حلو. وحتى كمان في فريق طبي في كل مع كل مجموعه. كويس. اتوبيسات من سبلاير تونسي هتبقى موجوده هناك باتفاق مع شركات امن من هناك لتأمين الجماهير. في تزكيه طبعا في تأشيره الدخول لدوله تونس من شركه بريزنتيشن وفقا للاتفاق ما بين جميع الجهات والسفاره التونسيه. وطبعا هيكون في وجبات غذائيه والعوده وتذاكر المباراه ثم العوده باذن الله، ومعانا الكاس باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله. يعني كان ثمن الرحله بعد الدعم الاول من شركه برزنتيشن والرعاه الجدد للنادي الاهلي اللي هيتم الاعلان عنهم ان شاء الله يوم 15 الشهر ده. حفل كبير نتمنى يكون حفل اسطوري يتخلد في تاريخ الايام الخالده في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. السعر كان 6980 جنيه. تمام. لكن بعد المفاجاه اللي عملها لنا الاستاذ محمد كامل رئيس مجلس الاداره بتويته امبارح، فهو كده يعتبر شال 1000 كمان، اصبحت الرحله حوالي 5900 جنيه، ده الثمن النهائي. تمام. وباكد على حضرتك كمان مره وعلى اي حد بيسمعني ان خلاص يعني احنا منتظرين بكره اول الاسبوع تقريبا هتكون كل الرحلات تم حجزها كل الاماكن. طيب انا عايز اسالك سريعا الخطوات اللي لسه حد عايز يقدم عشان يسافر او عايز يحجز مكان عشان يسافر يعزر النادي الاهلي، الخطوات بتبقى عباره عن ايه بالظبط عشان الناس بتتفرج علينا يبقوا عارفين الدنيا تبقى ماشيه ازاي، يعملوا ايه عشان يسافروا ان شاء الله؟ في ارقام تليفونات موضحه على صفحات السوشيال ميديا برزنتيشن. تمام.
تمام. وبتحدد فيها انك بتبعت طلبك بالسفر وصوره من جواز سفرك، بيتم الرد عليك وبيدوا لك رقم الحساب البنكي. حضرتك بتسدد قيمه الرحله بشيك بنكي او بايصال بنكي، تاخد صوره الايصال وتبعته على الواتساب للشركه مره ثانيه، وبكده بتبقى ضمنت حجز مقعدك مع شركه برزنتيشن. حضرتك بتروح على السفاره بعد ما تكون بعت لنا صوره باسبورك مع الكشف المزكى من شركه برزنتيشن بالاتفاق مع السفاره، فحضرتك بيبقى طبعا حالك في الموافقه على التاشيره اسهل واسرع طبعا باذن الله، وما بياخدش اكثر من 48 ساعه. طيب تمام، اكيد ده شيء جيد ومميز جدا، سواء من شركه برزنتيشن بشكل كامل والقائمين عليها، وبالتحديد الاستاذ محمد كامل اللي يعني خصم 1000 جنيه من يعني الاتعاب او من الحاجات اللي ممكن يدفعها جمهور النادي الاهلي عشان يسافر. ده اكيد خطوه مهمه جدا ومميزه. لكن اخيرا يا استاذ مصطفى، عايز اتكلم معاك شويه عن المباراه، رايك في مباراه الامس ايه، وشايف المباراه الجايه ان شاء الله ازاي؟ يمكن انا ما بتعاملش خالص يا استاذ امير مع المباراه بشكل فني، لكن تمام. اقدر اقول لحضرتك ان اي حاجه اتقالت على التنظيم كان اكثر من رائع. الحمد لله بذلنا مجهود كبير جدا في شركه برزنتيشن ان احنا نعبر عن قيمه النادي الاهلي وعن تاريخه، سواء في ممرات الدخول او في الملعب او في اماكن استقبال الضيوف. شفنا شكل اكثر من رائع بصراحه، يعني الحاجات اللي كنتوا عاملينها بصراحه خلال الاستاد امبارح، سواء دخول من بره الملعب وحتى الاماكن المخصصه للضيوف، اشكال اكثر من رائعه وافكار كمان اكثر من رائعه بصراحه يعني. وحتى كمان كنا قاصدين نخلد اساطير النادي الاهلي، سواء من النواحي الاداريه او في كره القدم، في الممرات او في اللونجات او في كل الميك اب اللي اتعمل للاستاد امبارح. التنظيم كان فعلا اكثر من رائع. يمكن لما اكذبش على حضرتك لو قلت لحضرتك ان الجماهير التونسيه هي اللي تعدت على الجماهير المصريه وعلى مجلس اداره النادي الاهلي وعلى كبار الضيوف، مش ده شهاده ورؤيه العين يعني، مش اكثر. تمام. لكن احنا مرحبين بيهم وهنفضل مرحبين بيهم طبعا، هتفضل العلاقات جيده يعني. التحذيرات اللي بتتقال، افتكر ان احنا الاثنين شعوب اشقاء بالظبط، ومفيش حاجه حصلت علشان نوصل الامور في مباراه كره قدم. يمكن حتى اللي قالوا ان في اخطاء في مباراه الامس، وانا ما بتفقش مع ده بالمناسبه، لكن اقدر اقول لحضرتك ان حتى لو كان في اخطاء فهي متعه كره القدم في الابتداء يعني. كره القدم متعتها في الاخطاء وفي الرايحه وفي الجايه، وياما حد بيبقى اليوم ليه وياما حد بيبقى اليوم عليه. بالظبط بالظبط اكيد يعني. ان شاء الله نتمنى المباراه اللي جايه تكون لقاء كبير ان شاء الله بين اشقاء. احنا كشركه برزنتيشن سبورت، كشريك تسويقي للنادي الاهلي اكثر مننا رعاه. احنا معنا على الشاشه ايه الحاجات اللي بصراحه، البانرات وكل الامور التنظيميه اللي انتوا عملتوها بصراحه شكلها اكثر من رائع يعني. اتفضل. يعني اقول لحضرتك احنا كشركه برزنتيشن سبورت نتعامل مع النادي الاهلي احنا شركاء قبل ما نكون رعاه. فاكيد هنكون حريصين جدا على دعم النادي الاهلي في الخطوه الاخيره التاريخيه لمعانقه الأميرة التاسعة بإذن الله رب العالمين، وبإذن الله رب العالمين هنرجع ومعانا الكاس. يا رب يا رب يا رب إن شاء الله. أستاذ مصطفى طنطاوي مدير إدارة الإعلام بشركة برزنتيشن، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. طيب كلام كان مهم جدا بصراحة من أستاذ مصطفى.